هو ورقة سياسية جديدة يلعب بها أردوغان، وهي طرد السفراء الأجانب والغربيين من تركيا. فأردوغان يستتر ويتخفى وراء انهيار الليرة من خلال هذا الافتعال الجديد مع الغرب، ويرى أن هذه ورقة سياسية يستخدمها للهروب من المسؤولية وللهروب الأمام مما يحدث للليرة من انخفاض متوالي بسبب سياساته الخاطئة وإدارته المنفردة والديكتاتورية لملف الاقتصاد وتغليب الثقة أو تغريب أهل يعني التأييد عن الكفاءة. فلذا هذا الموقف الأخير من استدعاء السفراء هي ورقة سياسية جديدة لترميم شعبيته المتهاوية في الشارع التركي. طيب، يعني اليوم مع كل هذه الإخفاقات السياسية والاقتصادية، في حال تم فرض عقوبات على النظام التركي من قبل الغرب، كيف سيبدو المشهد في الداخل التركي أستاذ محمد؟ يعني هو الشارع التركي يغلي والمعارضة تقتنص النقاط يوما بعد الآخر، وأردوغان يفتعل كل هذه المشكلات أملا في ترميم شعبيته المنهارة كما ذكرت، ورغبة منه في تقديم وتبكير الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في 2023 يبكرها في العام المقبل، يسعى لافتعال حرب جديدة على غرار حروبه في تل أبيض وعفرين وكل هذه المجازر التي ارتكبها في الشمال السوري ضد الأكراد. يريد أن يفتعل حرب جديدة، وعندما وجد أن الطريق مسدود أمام هذه الحرب افتعل الاشتباك مع 10 سفراء بقضية عثمان كفالة. فهو يعني أردوغان عودنا دائما أن جوابته لا تفرغ، وأن اشتباكاته مع الغرب كلها لأسباب سياسية داخلية ولترميم شعبيته المنهارة. طيب، يعني أستاذ محمد، هذا الوضع الاقتصادي المتردي، هل اليوم يقع على عاتق المعارضة التركية أن توحد صفوفها مثلا للوقوف بوجه هذا النظام الذي يعني حقيقة دمر الأوضاع الاقتصادية في البلاد أكثر وأكثر؟ أولا يجب على المعارضة التركية أن تطالب بإشراف مستقل على الانتخابات المقبلة حتى لا يكون هناك تزوير لها ولإرادة الشعب التركي، خاصة أن الحزب يحكم منذ 20 عام منذ عام 2001، وأصبح حزب فاسد بسبب إطالته يعني إطالة مدته في الحكم. ثانيا يجب أن يكون لديه برامج اقتصادية موحدة ويكون هناك أهداف عليا يعني متوحدين ومحتشدين خلفها في مواجهة أردوغان، على رأسها الإطاحة بحزب العدالة والتنمية، الإطاحة السلطة من الحكم. فإذا كان هذه الأهداف الكبرى يعني احتشدوا واتفقوا عليها، سيكون كل شيء ممكن، لأن الإرادة الداخلية يعني متفقة على ضرورة يعني أن رياح التغيير تصيب تركيا، ويتم يعني تداول السلطة مع حزب عدالة وتنمية الذي يحكم البلاد منذ 20 عام كما ذكرت. من القاهرة مدير منتدى شرق المتوسط للدراسات السياسية والاستراتيجية الأستاذ محمد حامد، شكرا جزيلا لك على طيب هذه المداخلة وكل هذه التفاصيل. شكرا لك.